يجلس فيها النابغة الذبياني ليحكم بين شعراء قبائل العرب، وكانت تتبارى شعراء العرب من جميع القبائل في أشهر حرمات عنده وأمامه. واليوم لم تضرب قبة حمراء، ولكنني رأيت الدم الأحمر يفور في عروقكم، وكلكم متحمسين هاتفين مزغردين تريدون الشعراء لكي يتغنوا أمامكم، وكأن كل واحد منكم نابغة ذبياني يريد أن يحكم إما لهم أو عليهم. النابغة الذبياني لو جاء إلى لبنان لخلع من فوق رأسه تلك القبة الحمراء، لأنه لو جاء إلى لبنان وتنسم هواء لبنان لرأى في لبنان أن كل لبناني نابغة ذبياني. أنا بكل تواضع وكل احترام أعتبر أن مجرد قبول الأخين خليل روكز، ويربطني بخليل روكز أمرين أو أمران، يربطني بخليل روكز أمران. الأمر الأول أن أبي اسمه خليل وأن أمي من عائلة روكز، ويربطني بالأخ حنا موسي، ويربطني بالأخ حنا موسي أن قلبي لا يضرب إلا بالحنان، وحنا أول أحرف اسمه حاء نون ألف. ويربطني بموسي، ويربطني بموسي على اعتبار أنه حنا موسي أنني أقف بين حنا وموسي. وأكثر ما أخاف أن يجر حنا موسي على ذقني أو على عنقي، وأكثر ما أخاف أن تجروا أنتم وكل واحد منكم نابغة ذبياني فيسخفني أنني قبلت أن أقف أمامكم متكلما أو طارحا موضوع. فأرجو منكم أن تقبلوا مني بكل تواضع أن ألقي موضوعا، موضوعا طالما شغل فكري وطالما شغل أفكار الكثيرين من قبلي وطالما شغل أفكار الأساتذة. ولا أحب أن أتكلم عن نفسي أني درست على أساتذة، ولكن هذه فكرة تطارد كل فرد منا في بيته في عائلته بينه وبين أمه وبين امرأته وبين أخته. هل الرأي الأخير، هل الرأي السديد للعقل أم هل هو للعاطفة والقلب؟ هل نحكم عاطفتنا فيما نقول ونفعل أم نحكم عقلنا؟ وإلى أي حد يمكن للعقل أن يتفق مع العاطفة؟ فهل للشعراء الموجودين أن يقولوا لنا هل العقل هو الذي يجب أن يسود أم هل للعاطفة أن تسود العقل وتسيره كما تريد؟ وهنا الموضوع. كانوا يقولوا النحل بالماضي جني، لا ما جني هيدا على العالم جني. كانوا يقولوا النحل بالماضي جني، لا ما جني هيدا على العالم جني. ومازال يا حنا القضية مبيني، مأكدي بتحب لقمي ليني. بنعاط في والعقل موضوعك اختار، عاشرت نقي الحصت اللي هيني. عاشرت عاشرت
العقل والعاطفي بدك تفي عاطف تبيك ولو صفعتي والعقل من هالبحر لو طلى بري مثل وحش الشمس عن يعطي بري بخاف لولا خدت حصة هيني ان تتفشكل على نص الطريق. تنكتر حكي ليش تنكتر حكي ونزرع شجر وفي عقول المستمع والمستمع نخلق ضجر. لازم نخلي الشرح معناه ينفجر. عشر ما بدنا الحقيقة تنأجر. نحنا اثنين منا اذا تفركش حدا من الواجبات نزت عقبر وحجر. الواجبات نزت عقبر قيم العقل والعاطف الشعر ابتدى مشي انا وياك نمشي عالهدى واتنيننا بنروح للفكرة فدايا يا ما زال عقلية الكون اهتدى قلبي يكون عنده عقل جمع عاطفي مش رح يزت حجار تا يأذي حدا. يا عيني اوف تخيروا بالتخيير لازم نسمعك. تخيروا بالتخيير لازم نسمعك يما بتقنعني الي يا بقنعك بالعاطفي والعقل جينا نجمعك معرفت كيف ما كان طالع مطلعك اللي بيتفركش منشلح على قبر وحجر عاكل حالي قلت شو بتفرق معاك اسمع مني من عواف الشعر صوب ما زال شمس العطف لويت على القروب زهرتك للناس ما بتعطي طيوب وبالعاطف الارياح ما فيها هبوب قلبي يكون عنده عقل عاشق لي انا ما بيتفركش تيقلب عالدروب